السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم فرح، قصتي راني اختصرتها لكم قد ما نقدر باش تدو غير الحاجة المهمة منها، اللي هي خويا والعملة اللي كان دارها لي والفخ اللي طيحني فيه. ما راكمش رايحين قاعد تتصوروه، بصح انا كنت فضحت سري بيدي ليه. هو انا متواجدة مع واحد العائلة بسيطة ومتواضعة، عايشين قدنا قد روحنا، متكونة من ام واب وثلاث اولاد وزوج بنات. اختي هذه كانت كشغل صديقتي الوفية، نحكي لها كل حاجة بحكم السن نتاعنا، هي كبيرة عليا غير بعامين، هذا ما كان. اما خويا الكبير كان من نوع اللي شويه خارج على الطريق، بابا يضل يقتل فيه بالضرب، بصح هو والو. المهم واحد الخطره انا كنت في الدار قاعده مع اختي، حتى اللي قالت لي اسمعي رامي يدخلوني بزاف لي ميساج من الفيسبوك، اروحي شوفي لي واحد لي كونت جدد بالك ما تعرفي واحد فيهم. هيا بديت نشوف ونتابع، قلت لها لا ما نعرفهمش، بصح هذا جاب لي ربي راني شايفاته، واحد كان داير فوتو نتاعو تاع جان شباب يبان تركي ما يبانش كاع جزائري. هيا قلت لها هذا جاب لي ربي بعث لي انفيتاسيون. المهم هي ما حبش تاكسبتيه، رماتو في التوش وخلاته. بعد مرور تقريبا شهرين لقيت هذاك الانسان عاود بعث لي لي ميساج، لقيتو يهضر معايا ويقول لي حبيت نتعرف، وانت يا راكي تباني بنت هايله وملي فوتو توعك تباني ظريفة وناس ملاح، حبيت ندير علاقة معك وتخلص بالزواج. مهم انا هذوك لي ميساج خليت له في، ما حبيتش كامل نجاوبه، اصلا خفت من هذا الشيء، والدي ديجا لو كان يسمعوا يقتلوني. صوري اللي كنت نحطهم ووجهي ما يبانش، يعني نصور غيرها كامل تحتها من داك نكون قاعده في الكرسي كل خطره. كيفاش نهضر لكم شويه على روحي وانا كيفاش دايره واش صرا في حياتي، السر اللي خلى خويا يجي للدار ويصرى العجب المعجب. انا يا تعرفت واحد الخطره على واحد الانسان كان في عمري 20 سنه، هو قال لي نتزوج بيه. اكيد على بالكم باللي الطفله لازم تعزز روحها، هكذا كسر لي انا. هو قعد دايما يجري مورايا ويبعت لي في حبابتي اللي كانوا يقراو معايا في الليسي. على بالي راح تستغربوا 20 سنه نقرا في الليسي، نقول لكم انا هذاك واش عطاني ربي، كنت شحال من مره نعاود السنه في السيام وحتى في الليسي ويعاودوا يردوني بالمعرفه هكذا باش نعاود نكمل قرايتي، لانه نكون ندمت نقعد قريب 6 شهور ولا 7 في الدار ايا يرجعوني وبالسيف. المهم انايا في هذيك المده قررت اني لازم عليا نجيب الباك، وما جيت نلحق ليه يا حسره بروجي كبير. المهم كي لحقت تماك عاودتو، وهذيك المره كانت الاخيره، يعني خلاص ما كاش تسامح وما كاش كاع كيفاش يردوني. خرجت وتما سجلت بالمراسله، وبحكم زعما كل شيء قعد في راسي وليت ندير دروس نتاع الدعم وخسرت دراهم بزاف باش هكذا نحسن من النيفو نتاعي. وكيما كان الحال لحقت وين جبت الباك بمعدل ما نقولكمش مليح، راكم على بالكم 10 فاصل. طلعت للجامعه وثم عينيا ولاو قاد تاع الفناجل، وليت نشوف الحطات، وليت نشوف الخرجات، وليت نشوف حتى هذوك البنات اللي يخرجوا ويتلاقاو كلي انا نغير. وباش ما تلومونيش وما تظلمونيش نقول لكم انا وين كنت نقرا كانوا كاينين بنات خارجين شويه طريق، بصح في نفس الوقت اغلب البنات كانوا الله يبارك عفيفات شريفات ما يديروش علاقات، لكن انا الله غالب كانوا اصدقاء السوء هما اللي داوني للطريق المعوجه. من وراها كما قلت لكم هاد الشاب وليت حبيته وحبيت نكمل مع حياتي، واكيد راهي راح تخلص بالزواج، هذا هو الطمع نتاعي، لكن ما على باليش باللي كاين ذئاب بشريه معمرين في بلادنا. اي بديت درجه درجه معاه، كل خطره وش يقول لي، مره يقول لي تعجبيني نحبك، المهم الكلام اللي ذوب الصغير والكبير. اي انا يا في خطرات نكون متشدده معاه ونقول له بلي اروح تخطب دبر راسك، ندير له الموز في الرقبه. السيد هذا كان اسمه نجيب، انا كي بديت نتلاقى معاه كل مره وش يهضر لي، حتى واحد الخطره كان قال لي نديروا الحاجه اللي راهي في بالكم، وانا اكيد رفض. اصلا كانت دايما اختي مورايا وتقول لي ردي بالك تغلطي، ما تخيبيش ظن والدينا فينا. المهم هي كانت الله يبارك عليها، بصح اسراري دايما عندها. خيرت اختي بدل من انه تكون صديقه اخرى، مع انه كانوا عندي بزاف صحابات، واش من صحابات غير اللي ما يسواوش.
حتى واحد الخطره كنت حكيت لاختي وقلت لها شوفي واش راهي هضر لي، وتانيك السيد هذا كل خطره يلقى لي اعذار واسباب باش ما يجيش يخطبني، واش رايك في هاد العقليه نتاعو مليحه ولا نحبس معاه؟ خزرت وقالت لي واش كي تستناي، هذا راجل هذا غير حبسي معاه اليوم قبل غدوه، انا تحسبت لي جاب بك كتر من عامين عم بالي راح يتزوج بك، خلاص طولتي على بالك، والله العظيم غير بابا لو كان يسمع بك يقتلك. انا الكلام نتاعها كان اثر فيا وخوفني في نفس الوقت، وليت دائما نقول له ساي تحب تجي تخطبني راهي الدار قدامك، وانا قلبي مكسور كي راني رايحه نحبس معاه، لانه كنت حبيته وحد الحب نتاع الهبال. تخيلوا كنت نشوف فيه الرجل المثالي، الانسان العاقل الظريف اللي فيه كامل المواصفات اللي تتمناهم اي بنت. زياده على هذا كامل نجيب كان بزاف شباب، يعني الله يبارك عليه، ما رانيش نزيد من عندي، وكي شغل كان نزير نساء كيما نقولوا، البنات بزاف يحبوه ويدوروا به، وشحال من خطره كان يهددني ويقول لي شوفي شحال راهم يبعثوا لي، شوفي واش راهم يقولوا لي، كلي يبدا يقول لي هاد الكلام جوست باش انا نضعف قدامه وندير معاه حاجه ماهيش مليحه. راني مكمله قرايتي في الجامعه بصح بلا فايده، كلي نروح نسخن غير الكرسي ونعاود نولي الراس فارغ، اضطريت اني نحبس ونلي كيدير ليا كامل هاد القرايه. وشنو اختي كانت قالت لي واش رايك نديرو مشروع انا وياك، بابا وماما يعطونا شوي دراهم نبداو في الخياطه ولا حتى الحفافه، نخيروا الميتي اللي تكوني تحبيها في نفس الوقت انا نحبها باش نقدروا نبدعوا فيها. اخزرت وقلت لها انا نحب الحفافه بزاف، قالت لي ما كاش مشكل نبداو نديرو ستاج. رحنا درنا ستاج في واحد السونتر كان بعيد شويه على الدار، وكنا نقراو من 8 حتى للخمسة مده 18 شهر هكذا باش ندو الدبلوم نتاعنا، وثان كنا نتونسوا مع بعضنا. وحبيت نقول لكم على اختي حتى هي ما قراتش، لحقت السنه الرابعه متوسط ما جابتش البيام خرجت. المهم احنا درناها تصنعة وتم بدات الكارثة الحقيقية اللي غيرت لي حياتي 360 درجة. واحد الخطرة كنت انا واختي مولين على 5:30 تاع العشية، ايا بديت نسمع في لي ميساج يطيحوا في هذاك الفيسبوك كيشتا. في الاول تخلعت قلت زعما شكون هذا اللي راهو يبعث لي بهذه الطريقة، خاصة اختي استغربت قالت لي واقيلا نجيبها ويحوس عليك سمعي لوحي له ما خليك منه. قلت لها يا غير ما تقلقيش اني لابيس وبدلتها عليه ندب عليه، خلاص ضيعني ما خلاليش حاجه نعيش على جالها. هي شافت فيا ومستغربه قالت لي وشنو هذا علاش واش صرا ما بيناتكم احكي لي اخي انا حبيبتك ماشي اختك. خزرت فيها وقلت لها لا ما كاين والو، على بالك الحب صعيب وقلبي مازال مقسوم من جهته. شافت وقالت لي معليش خليك منه، اللي بدلك بالفول بدليه بقشورو. قلت لها صح عندك الحق، وانا سكت والدب نشف فيا. دخلنا للدار بدلنا قشنا عدلنا روحتينا تعشينا ورحنا لفراشنا، انا اكيد راني رايحه نروح للتليفون نشوف هذوك لي ميساج تاع من. وثم تخلعت لقيت واحد اللي هو قلت لكم عليه شفتو واحد الخطره بعث لاختي اكسبتيتو، وثم بدات المحادثات ما بيني وبينه. قعد يهضر معايا بكل ادب واحترام وقال لي بلي راني مستعد نجي لك حتى للدار ونخطبك. بديت نسقسي فيه ونقول له زعما من جبت الفيسبوك تاعي هاكو على بالكم، انا توسوست قلت بالك نجيب راهو يدير هكذا كونت واحد اخر ويتمسخر بيا، بصح تفكرت بلي هذا السيد بعد تانيك لاختي. صح هذا ما يمنعش انه ربما يكون نجيب، وكان عندي 90% من الشك نتاعي بلي راهو هو بالذات. ايا بديت دايما نهتر معاه، حتى واحد الخطرة قال لي بعتي لي تصورك نشوفهم. قلت له ما نقدرش انا كيفاش انت يا راك تهضر معايا غير بلي ميساج، اصلا مازال ما شفتكش، وزيد قل لي الفوتو اللي راك دايرها في البروفيل نتاعك ولا لا. قال لي ايه نتاعي دوك نزيد نبعث لك كيما هي. قلت له ايه هبعت لي نشوف. المهم قعد يرسل لي في تصوره كان بزاف شباب والله يبارك الطول العرض، وزيد عايش خارج الوطن. والمشكل ما نظهرتش واش دار فيا نجيب، عاودت وليت باش ندير علاقه واحده اخرى بصح نهايتها كارثيه من العيار الثقيل. وكي سقسيتو على العمل ثاني قال لي انا لاباس بيا. مرت تقريبا عام ونص وانا مازلني نهتر معاه غير بلي ميساج وكيما نقولوا ما درنا والو. ثاني واحد الخطره كان قال لي افتحي كونت بنكار بالعمله الصعبه راني رايح نولي نبعث لك الاورو نورمال. قلت له كيفاش تبعث لي الاورو؟ قال لي عادي يلحقوك في الكونت تاعك. قلت له كيفاش راك تعرف هاد الصوالح نتاع الجزائر؟ ثم انا تخلني شويه التوسويس. من بعد قال لي لا الدراهم تاع الترك نصرفهم اورو باش يقدروا يلحقوا لك، على بالك بلي انا قاري ونفهم في هاد الحوايج. المهم ثم كان نساني في كلش
وفهمني باللي هو راهو رجل غني، ودراهم اللي كان يرسلهم لي ما راكمش رايحين تتخيلوهم، وكان قال لي باللي انا راني ناويك نتزوج بيك، وزيد بعتي لي تصورك اللي راكي مجيبتني عام ومازال ما رسلتيهم ليش. ثم كي شفت باللي عقليته مأدبه وجامي ولا خسر معايا في الهضره، وزيد يبعث لي الدراهم، واش نزيد فوق هذا الشيء؟ السيد هذا في المنام وما رانيش رايحه نلقاه. بديت نبعث له في لي فوتون تاوعي، وفي هذاك الوقت كنا كرينا انا واختي واحد الصالون، بدينا نسترزقوا منه يعني حاجه قليله، كنا لا بلوبار نقعدوا وحدنا انا وياها، ما كاش لي كليونت بزاف. بصح مع مرور الوقت بدينا نديروا فيها داك الاسم، وبداو يجوا لينا الناس. انايا في الصالون تاعي دائما نتصور، نشبح روحي، ندير ماكياج، وليت كل خطره نبعث له بوزيسيون شابه. هو حلات له وولا يقول لي انت شابه بزاف وراهو جاي الوقت، غير ما تقلقيش قعدي واحد 8 شهور ولا نريقل كامل الوثائق نتاوعي اللي هنا ونجي تما نخطبك من والديك. في الاول انا ما كانتش كاع عندي هذيك الفكره نتاع نتزوج خارج الوطن، بحكم اصلا كان قلبي مقسوم غير على نجيب. بصح مع مرور الوقت دخل لي هو هاد الفكره بحسن التعامل نتاعو والتربيه والاخلاق الزينه اللي كان موهمني بها. هو ولا خطرات يسقسيني ويقول لي الا درتي علاقات من قبل، ولا عرفتي كاش واحد، الا حبيتي، كلي بدا يدخل لي في الباسين تاعي. انا حكيت له كلش، كيما قلت لكم ما كانش على بالي بلي السيد هذا الصحراء ورايح يخطبني. قلت نورمال نديرو امي برك نتاعي وراني نحكي له ونفرغ واش كاين في قلبي. اصلا ضيعت غير وقتي معاه كي كنت في هذاك الوقت. الحمد لله انا تحسنت اوضاعي، وليت انا واختي نخدمو ونسترزقو. مع مرور تقريبا 8 شهور انا كنت فتحت الموضوع مع هذا الامي تاعي جديد اللي كان دائما يقول لي نخطبك ونجي لدزاير ونتزوج بك. قلت له وقتاش تجي باش نتزوجو. الراجل هذا بعد ما ادى اسراري وكل حاجه عليا وحكيت له حتى واش كان يصرى ما بيني وما بين نجيب، ثم كانت صدمه حياتي كي عرفت شكون هو. شهر وهو ما يجاوبنيش، حتى جا واحد النهار اللي كنت قلت لاختي عليه وصارحتها باللي هاد السيد راني موسوسه منو يكون ناجيب بعث لي كاش راجل وراهو يدير لي كيما هكذا. ايا انا سكت لي برها وبقيت نطلع ونهبط. المشكل والصدمه الكبيره اللي راكم انتم متان راح تتعرضوا ليها كيما صرا لي انا راح نقول لكم شوالا. السيد هذا ما راهو لا ناجيب لا امي لا يديك لا يجيبك. السيد هذا راهو خويا يا ناس، خويا من لحمي ودمي، اللي حب يستدرجني باش يعرف كامل اسراري عن طريق الفيسبوك هذا مكان. وكان بعث لاختي من قبل بصح هي ما عطاتوش وجه. انا اختي من النوع اللي ما تاكسبتيش كامل الرجال في الكونت نتاعها، او ثانيك تخليهم هكذاك يستناو. هيا صارت الكارثه. خويا الكبير اللي كنت حكيت لكم عليه كان ما يباتش بزاف في الدار، قليل وين يجي ويبين لنا وجهه. حتى واحد الخطره وبعد ما مرت فتره على السيد هذا اللي ما كانش يجاوبني، ثم دخل خويا للدار وكان حكم بابا وخبره بكامل واش كان يصرى ويوقع ما بيني وبينه في الفيسبوك، وقال له باللي شوف بنتك كيفاش راهي مبخصتنا وشوف واش راها دير، ظل تحكي مع الرجال. حكى له حوايج ما يتقبلهمش العقل. وتان بابا كان من نوع اللي يحب الذكوره ويموت عليهم، اصلا خويا هذا كان كشغل صاحبه يقصر معاه عادي. انا في هذاك النهار كنت خدامه مع اختي، وكان عندنا عرس تاع وحده جارتنا، جابت لنا حباباتها خياتها، طولنا حتى 8:30 نتاع الليل باش دخلنا. انا كي دخلت لقيت صدمة حياتي تستنى فيا عند الباب. قابلني خويا بواحد الوجه مقلب، اما بالنسبه لبابا كان عاد دخله قبضني محويجي ويسحب فيا. انا كنت من نوع اللي ماشي دايره خمار، ايا الشعر هذاك حسيته كامل طار من راسي، بقيت نحسب فيه بيديا ونقول له يا بابا وش بيك، يا بابا وش كاين غير الخير، وانا نعيط. اختي كانت تسلك فيا بصح ما قدراتش، دبزه تجي فيها ودبزه فيا، المهم ما خلاش فيا الصفه. صدقوني هذاك النهار حسيت جسمي من فوق للتحت مدقدق ومكسر، وراسي حسيته طايب وبدا يطيح وحده وحده شغل يتنسل. وكي وليت نمشط فيه جبدته كامل كبات كبات، وليت نحشم نطلقه برا. بابا بدا يعاير فيا ويقول لي انت ما تستحيش على عرضك، خساره تربيتي فيك. يما مسكينه كانت في هذيك الدقيقه تدوش، ايا خرجت هكذاك ليمت روحها بالسربيته وبقات تقولون على البليس يا راجل قتلتها يا راجل، ما عرفتش كاع كيفاش تسلكني من يديه. واخيرا
تفكيت من عنده. بصح بعد معاناة تقريبا نص ساعة هو غير يخبط فيا ويضرب فيا. زاد خويا هذاك المنافق اللي ما يستاهلش كلمة أخ جاب موش تاع البالي وبقى يضرب فيا. والله 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 ما راني نكذب عليكم غير هذاك الموش تكسر على زوج. النهار هذا كنت جوزته كحل، ليلة كنت مرقدتهاش. أختي بقات غير تعنق فيا وتبكي وتقول لي وش كاين غير الخير، ما راني فاهمة والو، وأنا في نفس الوقت ما كنت فاهمة حتى حاجة. بصح من الكلام نتاع خويا كي كانوا يضربوا فيا كي شغل فهمت باللي هو نفسه هذاك الامي اللي كان يرسل لي في تصاوره باللي خارج الوطن ويبعث لي حتى في الاورو ويطمعني باش يكشف كاع اسراري اللي كانوا صراو في حياتي وهذاك اللي كان وقع. خويا في هذيك اللحظه بدا يقول لبابا ايه وتانيك بعثت لي تصاورها وتانيك طماعه. بابا قال لي باللي راني غضبان عليك الى يوم الدين وثانيك ما تزيديش توريني وجهك في هذا الدار. حمدي ربي اللي لقيتي يماك واختك رحمك من تحت يدي يا صينو، والله العظيم غير اليوم نقط لك تاع الصح، لو كان ما نشوفش دمك يسيل ما رانيش راجل في هذا الدار. قعدت من هذاك النهار وانا كي شغل مذلوله، الخرجه ما كاش، الدخله ما كاش، التليفون ما كاش، السيشوار والماكياج وهذوك الحوايج كامل ما كاش. وليت كي شغل بنت محصوره بين ربع حيوط، باش نروح للكوزينه ناكل ولا نشرب الماء لازم دائما تكون معايا يما ولا اختي، هكا باش ما نتلاقاش مع خاوتي ولا بابا في الطريق. واحد الخطرة عطشت جوايه 11 ونص نتاع الليل، رحت للكوزينه نشرب ومحبيتش نفطن اختي ولا نروح ليما نقولها نوضي تديني. ثم تلاقيت بخويا الوسطاني قعد غير طايح عليا بالسبان، حتى ناضت يما مسكينه مفزوعه قالت لي واش كاين غير الخير. قلت لها وليدك ولا ولادك اللي راهم رايحين يهبلوني، خلاص ما رانيش قادره نتحمل نعيش في هذا الدار. بديت غير نعيط، شدتني ودارت يدها فوق فمي قالت لي ادخلي وجه التبهديل، ادخلي بخصتي بيا ومازال كي تهضري. دخلتني لاشامبر وثم زادت ناضت اختي. المهم ناضت اختي وبداو يديروا لي في الدروس، قعدوني وقالوا لي نعلي بليس هادو راهم خاوتك وباباك عندهم النيف ويغيروا عليك وش بيك كي تشوفي فينا عايشين في الخارج ولا في القور. غزرت وقلت لها انا الحاجه اللي ما استنيتهاش هي خويا، خويا اللي يخرج عدويا دار لي كيما هكذا. الله لا تربحوا، الله يعطيه مصيبه تديها علينا، هو نصاروح ويضل مع لا دروغ والمخدرات. من بعد ما قالت لي هو راه راجل والراجل ما فيش العيب. خزرت فيهم وانا الدموع ويدان من عينيا حتى راسي ولا قريب يكلاطي. اختي قعدت غير تعنق فيا وتقول لي معليش انت غلطتي ودرتي غلطه مع هذا نجيب كي قعدتي معاه، صينو خوك ما راهوش كاع رايح يفيق لك. بعد مرور تقريبا شهر على الحكايه جاتني الفكره باش نروح للفيسبوك نتاع اختي بنشوف كامل لي ميساج اللي عندها. وليت نقول لها سمعي حبيت نقول لك بلي هذاك اللي بعث لي خطره شفتو في تليفونك. خزرت وقالت لي وخدي انا جامي نهضر مع رجال. خزرت وقالت لي ايه والله لا عندك الحق شوفي وراه. قلت لها ايه وش بعث لك وري نشوف. لقينا لي ميساج نتاوعو كامل كيما التوعي اللي بعثهم لي اول مره، حبيت نتعرف بيك، انا راني ساكن خارج الوطن، ديريني غير صديق برك نبعث لك دراهم نبعث لك الاورو. حتى اللي تفاجئنا يعني كان يحوس على وحده فينا ويطيحها في الفخه باش تحكي له كامل الاسرار. وش نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بصح حتى هو النهايه نتاعو كانت تتوطي الراس بكل معنى الكلمه. اختي هذه كان بعد مدة جخطبها واحد الراجل كان يبان عاقل وقعوا كلش، هي تزوجت وثم حسيت باللي ظهري انكسر، السند اللي كان دايما مدعمني ويضحك معايا ويصبرني راح. اختي العزيزة تزوجت، ربي ان شاء الله يهنيها ويرزقها بيبي ولا بنت، ادعوا لها كامل معاكم. اختي بعد مدة جات وبشرتني قالت لي باللي راجلي راهو يحوس على مرأة تكون بنت فاميليا وتاع دار وتعرف طيب، راني جيت ليك وحبيت نخيرك تكون هي انت المراه. خزرت قلت لها واش ضرتك؟ قالت لي يخه بعيد الشر بعيد الشر، لا لا عنده صاحبه تانيك عاقل والله يبارك عليه، واش رايك لو كان خطبوك ليه؟ السيد راهو بدارو لاباس به كيما راجلي. قلت لها شوفي والله غير وليت نخاف، خلي كلش عليك وعلى بابا، هضري معاه وشوفي معاه وان شاء الله برك ما يديوليش كاش عقبات اللي يوقفوا لي كيف المسمار. فهذيك المده بابا كان راح للعمره يعني ما قدرتش كاع تهضر معاه، لكن فتحت الموضوع مع يما وقعدنا نتواصلوا معاه وقال لها بلي اوكي يجوا نسا يشوفوا من وراها راني نجي ونزيد نبحث ونسقسي عليه. وهذاك اللي كان صراحه العجوزه اللي راني عايشه معاها نعمه المراه، تحبني وتموت
تاع عليا ودايرتني كي شغل بنتها، وانا ثاني كنعاملها بنفس المعامله. تزوجت مع هذا الراجل وراهم عايشني احلى معيشه، وجامي لا سقساني على الباسي تاعي ولا قال لي الا تعرفتي. الحاجه المهمه هي انه نحمد ربي اللي ما درتش حاجه كبيره، يعني علاقه عابره قدرت اني نخرج منها، وهذا كاع بفضل ربي سبحانه وتن نصائح نتاع اختي اللي كانت دايما واقفه حدايا. نروح لكم الخويا. بعد مده قليله كان هو وصحابه صدموا على واحد لوزين كان ماشي بعيد علينا، سرقوا له واحد الكفر كبير كان يخبي فيه دراهم الوثائق، وكان المشكل عنده كاميرات. ايا قبطوه ودوهم للحبس كامل كيما راهم. دركا حكموا عليه 8 سنين نافذه الطبيب وما ينحيهالوش، الشح فيه. حمدت ربي صبح وعشيه اللي انتقم لي منه، وهذا كاع لانه خسر لي سمعتي في نظر بابا ويما وحتى خوتي، والى يومنا هذا خوتي ما رانيش نهضر معاهم، زعفانين مني. ما موراني دركا متزوجه وبنتي كي نجي للدار ما يحبوش كاع يهضروا معايا. تخلقت العداوه ما بيني وبينهم، وحتى بابا نحسه دائما ثقيل من جهتي وكلي هدرتو قليله معايا. هذه هي نهايه العلاقه المحرمه اللي ديرها بنت وتكون انكشفت في وسط العائله. شوفوا خاوتي وخياتي، العلاقات هذو يدو غير للهلاك. فئه قليله من الرجال ولاو كيشغل ذئاب بشريه، يشوفوا المراه غير في المنظر اللي هما يتصوروه بها. ربي وكيلهم وربي يهدي جميع خلقه. هذه قصتي، ان شاء الله تكون عبره، ونتمنى منك اختي فريال تحطيها في اقرب وقت، ونحبك ونموت عليك، نموت عليك بزاف. فوالا البنات، هذه كانت قصتي نهار اليوم. قولوا لي رايكم اكيد في التعليقات، وتانيك راهي تقرا فيهم هي وانا تاني. وحبيت نقول للجماعه اللي راهم يعلقوا كامل كامل ومحفزيني، ربي يخليكم ليا ان شاء الله. وشوفوا كي تشوفوني قريت التعليق ودرت لكم هذاك القلب، عرفوا باللي راني قريته وشفته. وسمحوا لي كي ما نجاوبش عليكم كامل، الله غالب راكم كم هائل. نتمنى منكم ديروا جيم تعليق محفز، وتان بارطاج للقصه تاع نهار اليوم باش هكذا يتوعاو اكبر.